طريق اسود. اللبن فار. اللبن فار. بسرعة بسرعة، أي حاجة بتتعمل باللبن الفاير. أي حاجة عندنا، أي حاجة تتعمل عصير باللبن، أي مش حاجة بلبن. تتعمل. مفيش موز، ما عندناش موز. أي حاجة تتعمل عصير باللبن. جوافة. ما عندناش جوافة. أنا هتعلق، أنا هتعلق، خيال. أنا هتعلق. لو لا، أنا سايبه من امبارح في التلاجة. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ في كيكة، ينفع نعمل كيكة باللبن ده؟ يا أعمل لكم لهوي، جبنة؟ ميزة بازي. يعني ايه لبن فار اصلا؟ يعني بقى كده، بقى كده تحول لجبنة. تحول. أعمل لكم جبنة قريش؟ كيلو الجبنة القريش بقى غالي دلوقتي. أعمل لكم جبنة قريش؟ لا طبعا. انا تعرفي، بص، أنا كأني قصدة، أنا كأني قصدة أقتصد وأعمل جبنة قريش. هعمل جبنة قريش. خلاص يعني قررتي؟ تعالي ندور في جوجل على طريقة عمل الكيكة باللبن أكيد هنلاقي، أكيد هنلاقي استخدام ليه، وكأننا قاصدين إن هو يقطع. تعالي نعمل جبنة موتزاريلا. موتزاريلا. اه، هو اي؟ طب تعالي نعمل جبنة رومي. جبنة رومي ازاي؟ بداية غالية يا ذكية. غالية. ما غليت، ما ده بيضة. الجبنة الرومي صفرة. نحط عليه لون. نحط عليه لون. طب خلاص نعمل، هنخليها رومي ازاي؟ خلاص نعمل جبنة لحم خفيف. جبنة ايه؟ لحم خفيف. لحم خفيف ازاي يعني؟ ملح جبنة خفيف. ملح خفيف. ما هي ممكن تتعمل قريش. بقولك خش على جول. خش خش خش. تعالي ندخل على جوجل ونشوف الاستخدامات وكأننا قاصدين. نكتب الكيكة باللبن القاطع. يا فرح لو يمي. عندك لبن قاطع اوعى ترميه، واعملي كيك اللبن الرائب. شوفي، كيك اللبن الرائب طلعت اسمها كيك اللبن الرائب. احنا، انا على فكرة، يا سبحان، شوفي شفتي، على فكرة شوفي شوفي، انا قصدي ان انا اعمل لكم كيكة باللبن الرايب. انا عمري ولا قطع مني لبن ولا فار مني لبن. يعني اوعي تفتكري ان انا ده حركة. انا قصدي، انا مخططة وقصدي ان انا عايزة اعمل لكم كيكة النهاردة. لا والله، ده انا اللي دخلت لقيتك ماسكه التليفون ودخلت المطبخ لقيت اللبن بيفور. انتي حلوفة، انتي حلوفة حلوفة. انتي معايا ولا مع مين؟ انتي مش مامتك. انا انا مع الحق. حق ايش؟ طلع بره، ايش طلع بره. انا يا ماما، انا كنت بختبرك، انا كنت بختبرك انتي مركزة كده مع اللبن ولا لأ. ونركز وعملت ليه؟ نفسي قاعدة على الموبايل. انا كنت قاعدة على الموبايل ليه؟ انا كنت قاعدة على الموبايل عشان ادور على طريقة الكيكة. يلا هعمل لكم كيكة باللبن الرويب ده. طب يلا على جوه.